لكل لاجئ قصة. الأمر ينطبق على بريطانيا أيضا. محمد مهندس اتصالات سوداني ركب أنواع المخاطر جميعها ليصل إلى هنا، لكن صدمته كانت كبيرة فيما اعتقد أنها جنة موعودة، فهو ينتظر منذ 3 سنوات قرارا من وزارة الداخلية بمنحه حق اللجوء أو ترحيله ربما إلى رواندا. يعيش محمد بأقل من 50 جنيها في الأسبوع، وهو محروم من العمل بموجب القوانين، ولا يمكنه السفر حتى لو أراد العودة من حيث أتى. الظروف اللي نحن فيها الحين يعني ناهيك عن التغرب والمشوار اللي انت فيه لغاية ما وصلت على هنا، والمآسي اللي انت مرت فيها، تجي تنصدم بأن الدولة مو مرحبة فيك ولا فيها أي شيء، بل بالعكس ترضاك وراح حابة ترجعك على بلد ما فيه أي مقومات تانية. هذا بيسبب نفسية وقلق ودفع أحد أصدقائي لأنه جنة فقد عقله تماما، وبعدها دخلوه على السجن وانتحر. منح قرار محكمة الاستئناف باعتبار رواندا غير آمنة للاجئين أملا لمحمد ورفاقه من طالبي اللجوء، لكن بالنسبة لوزارة الداخلية فإن هذه خسارة لجولة في معركة قانونية طويلة. بصراحة من السابق لأوانه افتراض أن هذه هي نهاية خطتنا. نحافظ على مستوى عال من الثقة في قانونية هذه السياسة، ونحن مصممون على الاستمرار فيها. المحكمة العليا هي ساحة المعركة القادمة بين اللاجئين والمنظمات المدافعة عنهم وحكومة تعد وقف أشكال الهجرة غير النظامية جميعها أحد أبرز أولوياتها. في حالة الاستئناف، الوزارة الداخلية حتظل أنه حاطتهم وننتظر الجواب الرد المحكمة العليا على الاستئنافهم، فحيظلون نفس الحال. خسرت الحكومة البريطانية الملايين في المعارك القانونية من أجل خطتها لترحيل اللاجئين إلى رواندا، وهي مستعدة لخسارة المزيد برغم الانتقادات المحلية والدولية لخطة مثيرة للجدل. خلط قرار هذه المحكمة الأوراق الحكومية وأجل إلى حين مخطط وزارة الداخلية المثير للجدل لترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، وهي الخطة التي عول عليها كثيرا رئيس الوزراء في وعده الشهير بمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور القناة الإنجليزي. عبد الله السدية، العربي، لندن.